والله يا حسن، من الأعمال الجميلة اللي قاعد يقدمها تلفزيون دولة الكويت من أهم الأعمال الدرامية هو مسلسل دراما، يعني مسلسل مادة خفيفة حلوة كوميدية جميلة قاعد نشوفك اليوم الساعة 5:30 العصر. كوميديا كويتية خفيفة بقيادة الفنانة حياة الفهد، نتمنى لها طولة العمر ويعطيها الصحة والعافية ونقول لها كل عام وانتم بخير، وانتم كل عام وانتم بخير وسعيدين بتواجدكم معنا فنانيننا وامتعتونا بالمسلسل الجميل. وانتم بخير وصحة وسلامة حصوصة. اخوي محمد فرصة سعيدة، عاش من شافك. انا سعيدة اليوم اكون متواجدة برمضان مع ابوي العراب. العراب يستاهل العراب. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة يا رب يعود عليكم وعلى الأمة الإسلامية العربية باليوم بالخير والبركة. حياكم الله أكيد الفنان الجميل باسم عبد الأمير وأيضا الفنانة الجميلة هناد الكندري، تقبل الله طاعتكم. قاعد تقولين يستاهل أكيد الفنان الجميل باسم عبد الأمير أن يكون عراب، ولكن اليوم باق الحلال بالمسلسل سوى لويا. والله هذا سالفة الحرامي البواق ما أدري، هي حظ كل سنة يطلع الدور ما أدري والله. لا لا هو دائما أصلا الفلوس عنده، إيش فيكم يا جماعة؟ يعني المنتج معروف عنه أنه هو اللي يعطي فلوس. إيه بالضبط. بس بالمسلسلات الظاهر يعني توازن عشان يوزع على الممثلين. ياخذ ويعطي. هنادي شفناك يعني شخصية غريبة صح ومميزة جديدة، يعني شلون قدرتي تحققين هذا الاختلاف؟ يعني شيء جديد حس. أنا أقول لك يمكن شيء هذا مو غريب على كل اللي يتابعوني وعلى فانزاتي، إن أنا كل سنة لازم أقدم شخصية جديدة. وطبعا ابوي باسم عبد الأمير ما يعطيني شخصيه تكون مشابهه حق الشخصيه اللي انا قدمتها السنه اللي طافت، لانه عارف انا ما راح اقبل فيها. فالسنه هذه بما ان انا كنت بستاف المسلسل اللي قدمته مع ماما حياتها، وجه لها تحيه وكل عام وهي بخير ومبارك عليها الشهر حبيبه قلبي، فكنت معاها بحال مناير، فما نبي الكاست نفسه يكون اللي بحال مناير. فأنا ما كنت دور بنتها، كنت بنت الفنان القدير أحمد الجسمي. حلو. وكان دور خفيف، يعني كانت تحب البيئة، عزكم الله تحب الحيوانات، وعندها قطوة صغيرة اللي هي لولو. فغيرت هالسنة قلت أسوي شوية لايت، لأن أنا قدمت عمل 5 بنات كان وايد دراما جدي، فقلت يلا أخذ برمضان هالسنة عمل خفيف. حلو، نبي نروح للعراب. أول شيء يا جماعة خلنا نذكر أبطال المسلسل. أول شيء المسلسل من تأليف بدر الجزاف والأخ محمد الشمر العنزي. العنزي. أي نعم. إخراج حسام حجاوي، بطولة سيدة الشاشة الخليجية الأستاذة حياة الفهد اللي أشرفت تماما على العمل أمانة يعني، وباختيار الممثلين باختيار اللوكيشنات لا ننساها، فضلها كبير بعد الله سبحانه وتعالى. كانت تعطينا التوجيهات بكل تفاصيل. حلو كلام جميل. طبعا تحية لهم كلهم مع حفظ القابة. لازم هذه لازم. لا أكيد هي اللي كل سنة توجهنا وإحنا نطلع. يستاهلون. خطفتوا علينا حرارة الصيف يعني. إحنا بنروح للعراب. العراب السؤال بس فني كذي، العمل بشكل عام فلسفة مسلسل رمانة. إيه نعم. شو تقول عنه؟ أنت ما شاء الله لك باع طويل بالإنتاج والأعمال الدرامية، شو تقول عنه بشكل عام؟ والله شوف رمانة من يعني شفت عمل ضخم من ناحية الإنتاجية، من ناحية فريق العمل أمانة كلهم نجوم، يمكن 16 ممثل كلهم نجوم. حاولنا أن الراضي الناس يعني يكون العام قدمنا عمل تراثي درامي، هالسنة عمل كوميدي حاولنا ننوع فيه، صورناه بين الكويت والفجيرة. كان يهمنا رضا الجمهور عنا بأمانة يعني. شوف أجواء رمضان يا تقدم عمل قريب من الناس من البيئة ومن الحياة، يا تراثي يا دراما قريبة منهم، أو عمل كوميدي خفيف عليهم. حلو. فنانة نادي، دائما الواحد لما يخطط حق شخصية من الشخصيات يتأثر بشخصية معينة. صح. يعني يقول مثلا أنا بأخذ من فلانة هالشيء بأخذ من فلانة هالشيء. الشخصية اللي سويتيها في مسلسل رماني. بس بقول لك شغلة قبل لا أجاوبك، أو شو تقولي لي فنانة هنا؟ لا إحنا رفيجات. أنا أقول بس. جديدة علي هذه. حبيبتي بدايتك يا حصة. شوفي أنا الدور اللي أنا أخذته موجود على أرض الواقع. عندي أكثر واحدة من رفيجاتي. خذيتي منهم؟ خذيت منها صراحة. يعني أنا وايد أوجه لها تحية، غدور البرجس حبيبتي صديقتي، هي وايد تميل حق تربية يعني الحيوانات. أيوة عزكم الله تربية الحيوانات، وعندها قطع وعندها طيور وعندها كلاب عزكم الله، كل اللي بحديقة الحيوان تشوفونه عندها بالبيت، وتحبهم وتعاملهم معاملة إن هم أطفال. فأنا خذيت منها شوية حركات وشوية معاملة مع حيوانات.
مكوناتها وطبختها. بس باختلاف بسيط وبهارات من الجنسين. اي طبعا طبعا. لا لا الحين خلنا استجواب استجواب بس بسيط. استجواب هذا قويه. يلا قول. استجواب فني ان شاء الله. يعني غدير وجه لها تحيه زي صديقتك. انزين. اكيد شخصيه جميله وايضا هذا عمل انساني اذا الانسان صح. يهتم بالحيوانات. صح. اجلكم الله. لكن السؤال غدير شخصيتها نفس شخصيتك بالمسلسل انت انسانه يعني اجتماعيا انسانه راح تشتري بالمسلسل شفناك يعني سيارات فارهه وكذي مهمله الجانب الزوجي. لا شوف انا اقول لك شغله هي يمكن في نقطه يعني بوضحها اللي هي تعامل الزوجه مع الزوج ان هي بدت عزكم الله الحيوانات على ريلها لان نمط حياتها مختلف وشخصيتها مختلفه عن شخصيه زوجها. زوجها يشتغل عند ابوها بالشركه ما عنده شخصية وهي متعودة أبوها شخصية أخوها عنده هدف بالحياة شنو ما كان عنده هدف بالحياة تحب يسوي رأيلها لا فهذا شيء كان ينرفزها فقامت تقيضة ابعزكم الله الحيوانات بس إن اختلاف الزوج أنا طبعا ما أيده كلش بالمرة. الفنان القدير باسم عبد الهادي دائما المنتج عنده رؤية في توزيع الأدوار من البداية يعني أول ما يكون المسلسل في طور الأوراق يختار الممثلين الصح. اي نعم. فهل في مسلسل رمانة كان الاختيار بوجهة نظرك موفق 100%؟ والله شوفي كانت القعدة مع المؤلفين أستاذة حياة الفهد وأنا موجود طبعا وحاولنا أن نوصل الأدوار للشخصيات المكتوبة تكون قريبة منها يعني فأعتقد أنه يعني وسوينا تشكيلة حتى من دول الخليج يعني خلينا عمل كويتي خليجي يعني صار الخليج والكويت واحد طبعا الحمد لله فأنا أعتقد بنظري أن الأدوار نوعا ما 80% الشخصيات كانت مركبة للشخصية ركبت على الفنان. التوليفة الخليجية مطلوبة في أعمالنا في رمضان. والله بالعكس قاعد أقول لك الكويت والخليج كله بنا واحد يا ريت أحسن يعني في تعاون هم في من دبي قاعد ياخذون ممثلين الكويتيين قطر قاعد ياخذون من السعوديه قاعد ياخذون بالعكس هذا شيء جميل يعني. طبعا ينعكس على الدراما الخليجيه اكيد بشكل اكيد والتعاون يكون ما بين دول الخليج حلو اصلا الحين المحطات لازم تتحد مع بعض شوي الانتاج قام يصير ثقيل يعني انتاج خليجي مشترك اي مشترك حلو يا عسار نتحد بكل شيء على الخير والمحبه والسلام ان شاء الله خليجنا واحد ان شاء الله بلا شك. استاذه هنادي يعني ما تحسين التغيير هذا ما بين فلسفه ان تكون الانسان مهملة من ناحية جانب الزواج لا تتبيني شرحت لك قالت لك مو مهملة مو مهملة والله لا لا أقول يعني لا ما خليتني أكمل يلا السؤال. أقول زين هذا ما في مجازفة خصوصا هذا الكندريم ما يتقبل الجمهور المتلقي الدور هذا بالتحديد. لا شوف هي هو العمل لو كان درامي ممكن تدقق بس هو العمل كوميدي يعني لازم تطوف شوية شغلات يمكن ساعات الشيء اللي أنا سويته لا تعطي وايد زوم يمكن حتى قطعتي على زوجي أتصرف معه بهذا التصرف ترى من باب الكوميديا بعد أخذها يعني هو مو جدي لو كان العمل درامي ممكن أنا أتحفظ يعني حتى بالفاضي يعني مثلا لو كان مسلسل درامي وعلاقة معطيني دور إن علاقتي بزوجي تكون علاقة مهزوزة ما راح أقول له أنت شفيك منو قال لك لا لا لا, لا لا زين هذه شفناك بطابع مختلف خليني ارجع انام مره ثانيه بس راح انام وما اقوم يعني شفناك بطابع مختلف العام كنت بمسلسل شويه بطوله مطلقه وشفناك شويه حزين بدون شعر وقرعتي وشيء يعني شيء غريب كان يعور كان شيء وايد يعور القلب انا هذا الدور لما اعطوني اياه شويه حاشتني ان اي لا يعني كان في تردد اي كان في تردد للامانه يعني انا اتكلم صراحه بس بعدين لما قعدت مع رفيجاتي واقعد اسولف لهم تصدقون بنات انا قدموا لي دور كذي وراح اكون قرعه ما عندي شعر وحده تنط تقول لي تصدقين عندي بنت خالتي وتسولف لي احس اني ببكي تسولف لي وحده تقول لي في وحده يعني من بعد زواجها اهلها شالوها كانت وحيده امها وابوها وشالوها سووا لها شيء فظيع فزت الناس وهذا بعد فتره زمنيه من زواجها حد شعرها وانفصلت ففي حالات وايد وتعور القلب فأنا لما سويته أحب أدش بين الناس يعني حتى أدواري ساعات أخذ من رفيجاتي أخذ من سوالفهم عند بنات أنا ما أعرفهم أحب أدش بين بنات ديرتي وبنات الخليج إن أخذ من الواقع مو شيء دائما أمثله
ان بالتمثيل ماكو بالواقع، لا احب اخذ بشخصيات صجيه قصه واقعيه. ايوه هذا شيء جميل اكيد ينعكس على شخصيه الفنانه الجميله هنادي الكندري. استاذ باسم يعني كان ادوار الشر دائما، قلت لك انا ما ادري صدق صدفه تصير والله صدفه كذي امانه صدفه، انا كان دوري غير هالشخصيه امانه وكم اكثر، لكن لظروف شغلي والتزاماتي لا ما نقع لي دور. لا 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 بتكون الصج، ليش ما رضيت؟ الصج يلا ما يحب يقعد الصبح. اي والله امانه لا ارتباطاتي الشغل اي ادري والتزاماتي برا وسفراتي خذيت هذا الدور الصغير. اكيد هذه رساله نوجهها لكل اللي قاعد يتابعنا. الفنان الجميل باسم عبد الامير هو لما يكون يعني دائما شغل وارتباطات غير حتى الاعمال اللي قاعد نشوفها، احنا عارفين قيمتك. الله يخليك ونحييك على هذا الاعمال اللي قاعد تقدمها. بس انا عندي نقطه، دائما الاعمال الكوميديه تصير الكوميديا وليده اللحظه، يعني صح. مواقف تصير، قطات تصير، فتصير حلوه كوميديا الموقف. فصار اشياء كذي معاكم بالمسلسل اعتمدتوها بالنص؟ اقول لك ساعات كذي يكون غير يعني الحكي غير، تلقين حياة الفهد قطت كلمة، شيماء علي، هنادي، محمود بوشهري. المنتج ما يعصب؟ لا إذا شيء ما يسيء حق الجمهور ولا حق العادات ولا التقاليد ولا شيء فيه ما عندنا مانع، وشنو يكون ماشي مع الخط الدرامي ما في مانع. حلو على طاري المخرج يعصب العراب عصبي؟ لا كله صدق مو عندنا مفاتيح صار احنا ما نقعد عنده بس بالمكتب، ترى حتى بالبيت قاعدين جابلين. انا عصبي امانه شغلي قاعد ما شافوا الوي الاخر يعني زين اليوم بشوف عصبي بالحق. لا بالحق امانه بالحق بالنهايه انت تحمل يعني تحمل مواد اعلاميه. الله يعين زوجتي ام احمد، انا اوجه لها شكر وتحيه. اوجه لها تحيه اي والله انت اكيد هذا عصبيتك علشان اسمك يهمك واعمالك اكيد. ساعات انت قلبك يعورك على الشغل يعني انا كنت حريص اني اسلم اعمالي للتلفزيون او شيء لله الحمد يعني عمر رمانه يعني عرض اكثر من 8 محطات. حلو وكان يهمني ودول الخليج ووصل الاشرطه. انا باخذكم يطلع في خلل او غلط انا باخذكم بنروح حق رمانه. اليوم صار في تغيير جذري. يبدو ان الفنانه الجميله ام سوزان كانت بدايه المسلسل اللي فهمناه انها فقيره في لوحه وناس من بلجيكا بصير تغيير. شوف شو يصير الحين ما نبدا احرق العمل امانه. لا 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 تقولون حق مشاهدينا. لا 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 هنادي شقرديه. لا ما نقول مستحيل. اول شيء يعني احب اشكر يعني امانه التلفزيون الكويت معالي وزير الاعلام اللي انا من ساعه تفاجات كنت عنده اسلم عليه قال لي انت معانا اليوم اللي متابع البرنامج. هذا شيء جيد رغم التزاماته وظروفه انه متابع برامج التلفزيون. اهني بشهر رمضان وبارك له بالشهر. معالي وكيل وزاره وكيل وزاره مساعد لشؤون التلفزيون مجيد الجزار، وايضا اللي تابعنا اول باول يعني الاستاذ خالد الرشيدي. نعم كان اجازه النص وكان متابع معانا واعطانا بعض الملاحظات. بعد قول بعد لا لا الحق ينقال. هذيلا ناس يعني مجهولين فلازم نتوجه لهم بالشكر. هم دعمونا في هذا العمل لازم احنا نقول والله احنا لان ابناء التلفزيون ابناء الوزاره ما نقدر نتكلم عنهم ولا نتكلم عن بس كلمه الحق تنقال يعني هذول مو مبينين بالساحه. اي والله فكانوا ورانا السنه اللي طافت في بيعه النخي كان ورا نجاح العمل امانه اول باول لكل برامجنا وهذه يعني شهاده نقولها للهواء ليس تزلفا. يعني في تغيير بيصير جذري ايه هنادي ايش دعوه يلا ايه صديقتك حصه ما تستاهل والله العظيم اذا ما اقول لك كلمه واحده بقطهم على صخر كله هو عمل كوميدي خفيف قولي با انا هذيلا بقطهم على صخر الحين بيرسون مبين اليوم شوف ايش راح يشتغلون عاد مفاجاه تبتدي الاحداث تتغير من اي حلقه خلاص بس بلشت خلاص اليوم قاعد يقول اكشن اي يعني بس من الحين بلشت خلاص بلشت اليوم يعني اليوم انا قاعده اتخيل ان انا فقيره وكذي قاعده ويا قطوتي وقاعده اطر عشان اوكلها ابوها يتخيل يصب القهوه خلاص ماكو شيء دايم عموما الرساله الانسانيه اللي قاعد تقدمينها لا موجوده بتحافظوا عليها طلعت الحلقه مالت عمان ولا بعد اللي مالت شنو يبا مالت عمان عمان شنو شنو هي اكو حلقه هنادي لا بعد تكفى انا بعد مفاجاه قلنا ايش دعوه ليش قولوا اذا انت قاعد تتابع ما شاء الله عليك تابع الا لازم ناخذ اذا انا اقول لك شغله تفضل تابع
واستضيفنا مره ثانيه ونكمل. ما راح تطلعون؟ ايش رايك؟ ما راح يطلع عبد السلام؟ لا لا ايش دعوه؟ بتطلعين ويانا اكيد. اطلع من عيوني. كفو. تلفزيون الكويتي. ما تعرفين ان في مقاطع قاعد تنأخذ من المسلسل وقاعد تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي؟ اي هذه هبه يعني لابد منها. هبه جديده لا شر لابد منها. كنتوا متوقعين ان هذه المقاطع راح تنأخذ؟ يعني في ناس مثلا متابعه بس المقاطع هذه اللي قاعد تنتشر. شوفي انا عن نفسي يعني حتى لما احنا كنا قاعد نصور ساعات نسوي شغلات نقول نسولف حق بعض نقول لهم ايش رايكم ان هذا راح ياخذونا ويركبونا عليه. خلاص قمنا نعرف شنو الناس تحب شنو راح تاخذه شنو راح تنشره. بلقيس غدت المقدمه نزلت شويه ما شاء الله مليون اللي دشوا عليها ما شاء الله من البدايه مليون شخص قبل لا ينعرض العمل اكيد يعني. نوجه لها تحيه غنت مقدمه المسلسل حبيبتي كلنا استانسنا الأمانة كانت مفاجاه ان الفنانه بلقيس هي تقدم مختلف يعني. اكيد شرف كبير للفنانه هنادي تتعامل مع الكبار باسم الامير وام سوزان. نبي شلون شفتي تعاملهم؟ ما نبي يعني نبي الشيء المزعج ما نبي الشيء الايجابي لان الكل يذكر الايجابي. في شيء مزعج كفنانه مبتدئه؟ شوف اذا بسولف عن الشيء المزعج لازم اسولف عن احنا الصغار. ليش؟ لان هم الكبار قاعد يمتصون كل هذا منه وقاعد يقولون لنا لا ما يصير الفنان باخلاقه يا امي. ساعات لما يجون يقولوا لكم يلا بسرعه شدوا حيلكم هذا شغلنا. بس ان احنا قاعد نتعلم منهم. انا ترى على فكره ما قاعده اسولف لان قدامي الكاميرات واحنا على الهواء. انا من بداياتي والحمد لله بداياتي كانت من خلال ابوي الفنان باسم عبد الامير والمنتج. فانا اول عمل كان وياه وقفني اول عمل قدام نجوم كبار. استاهلين. فانا كنت كفنانه انا تربيتهم باخلاقهم وبتعاملهم. يعني حتى ساعات في بنا كذي بنوتات صغار يلا تاخرنا ما يصير بنضباطهم بعد ما يخالف يلا مو تبين شيء يطلع حلو قعدي باللوكيشن اقري شو تطلع وياك قطات شو تطلع وياك واساعدها واعلم. هذا انا من وين تعلمته؟ اكيد ما هو من الغيب من الكبار لانه وقفت مع كبار بداياتي والحمد لله تعلمت وايد اشياء. زين بس مو الكل يتقبل صح؟ طبعا صح. شوفي صح؟ يعني شوفي في ساعات الصغار ينزعجون من الفنانين الكبار من شنو؟ من التزامهم من حفظهم من محافظتهم على راكوراتهم. أمانة يعني شوفي الكبار يخجلونك حصة تلقينا أول واحد باللوكيشن راكوراته حافظ ما عنده ناس. الجيل الحالي شوية قام يدلع أمانة نص ما ياخذ. بس انت اكثر واحد طبعا انا لا ما اسمح لي اسمح لي فنان انت اكثر واحد تدعم الطاقات الشبابيه وايد الله يعطيك العافيه هذه شهاده. انا قاعد اقول لك مؤلفين مخرجين ومخرجات فنانين دواكل. شوف اللي بيستمر مهما يوصل اذا ما كان اخلاقه عاليه صح. لو كان مهما من يكون ما راح يعني ما راح يستمر صح. اهم شيء قبل الفن اخلاقك والتزامك بلا شك قبل الفن والواحد يتقبل طبعا مرونه. بس انا في نقطه بقولها حق هنادي ما شاء الله تبارك الرحمن كل دور تاخذينه ملامحك تتغير عليه اي صح تلاحظين يعني بكل مسلسل اشوف هنادي غير صح ما الحين فوجهك ما شاء الله مبتسم تغير مع كوميدي تلعب رياضه قبل الهوا تقول تلعب رياضه انا والله العظيم حتى من قبل رمضان شهر وايد شايفيني قاعد يقولون لي ضعفانه اي ترى نازله 6 كيلو اقول لك حصه انا والله وحتى يمكن اكيد سمعتها مني انت بالغبقه اللي طافت كل ما اقرا نص قبل لا اتعمق اتخيل شكلها وهذه كل سنه لازم اقولها ان كل ما اقرا شخصيه الشكل عندي شيء مهم لان الحين شوف انت مغتر هل يعقل انك ممكن تصير كوميدي او تقوم تتحرك وتسوي لا انا كل شيء من يطلع حلو تحافظ شوي اكيد بسم الله عليك فشويه تكون على ستايلك رزين حصه اليوم درعه صاير رزينه بس لا تشوفونها بترينك ترى مو الله يعطيك العافيه يلعب دور اكيد هذه اخلاقياتك ومو غريبه عليك اكيد ان الاهتمام والتركيز لانك انت تهتمين لاسمك هنادي وزرعتي لك مكانه ما بين الوسط والدراما الخليجيه. نشكركم على تواجدكم معنا وانا جميل بس ودي اعرف شنو جديدكم اكيد عندكم مسرحيات ان شاء الله. اي انا عندي ان شاء الله بعيد الفطر ان شاء الله واقول لهم بقول لكم يلا كل عام وانتم بخير يمكن ما اطلع بعد لقاء ثاني كل عام وانتم بخير ما اطلع شلون مواليد عمره عاد انا ما قلت نفسي زين ابي اقول لهم كل عام وانتم
انتم بخير وعندي ليلى والذيب ما شاء الله. اللي انا اول ما نزلت بوست على انستغرام سوت شويه ضجه ان قامت تقارن الناس تحب عندهم حب المقارنه بين القديم والجديد ان شنو راح يصير اذا جددتوا. انا عن نفسي ما ابي اتعمق بهذا الموضوع بس راح تشوفون شيء جديد وايد حلو ان شاء الله يحوز على رضاكم. انا ليلى وياكم بعيد الفطر وحياكم الله. شباك الحشره فاتح موفقين ان شاء الله. ومن الديب محسن العمر. أنا قبل لا تخطبون أهني ولدي طلال اليوم ناجح على الثانوية. أي أيوة والله إن شاء الله نسبة زينة إن شاء الله 82 وما مراضي عليه ما شاء الله إن شاء الله باقي لسنة إن شاء الله. مناسبة سعيدة قالوا لي نتيجة الحين قبل شوي. الحمد لله. ألف مبروك إن شاء الله. إن شاء الله في مسرح يا ربي. إن شاء الله في مسرح يا مسرح. أنا صار لي سنتين موقف شوية أرتاح مع العائلة بعد أكيد عسى الله يحفظها إن شاء الله. عندنا مسلسل أجمعي مشكور حبيبي. بعد العيد عندنا مسلسل اسمه حياة إن شاء الله راح نبدأ فيه. مفاجأة. مفاجأة. وعندنا كذا عمل بيطول التجهيز إن شاء الله. إن شاء الله. جواكم الله. ومنا الأعلى وأنتم مميزين دائما. مشكورين ما قصرتوا. بس إذا تسمحوا لي أبي أشكر المصممة الكويتية الراقية نورة العبد الله لأن بصراحة اليوم لبستني أحلى أحلى دراعة وقالت لي والله يا هنادي هذه انفصلتها عشانك فلازم أشكرها. جزاك الله ألف خير. والميك أب والشعر طبعا حبيبة قلبي روال ركيبي. مبدعة. حبيبتي قلب احنا نقول لك يا حبيبتي يا حصة. يسلمك يعطيكم العافية ونورتونا. أكيد مشاهدينا مكملين معاكم وننتقل يا حصة إلى فقرة الدراعة ولا القرقيعان. قرقيعان ونشوف الفناتك شنو عندنا في قرقيعان. غبقة قبقة الحمراء.